الجميع نهاية أسبوع موفقة، وفقكم الله فيما يرضى، وفقكم الله، ونتمنى للجميع قضاء أوقاتكم معنا في هذه البتة الصباحية كما تشوفوا معنا من خلال هذه المشاهد التي نعود لكم بالهدوء والسكينة، ولا صوت يعلو على صوت العصافير والطبيعة الخلابة كما تشوفوا معنا من خلال هذه البتة المباشرة الصباحي. فغدا نحاول أن نقربكم الأجواء الصباحية، ونحاول أننا نصل لكم الأجواء التي تسبق بطبيعة الحال كل يوم أحد. فغدا ما كتشوفوا معنا خلال هذا البث المباشر، فكتشوفوا معنا أغلبية شوارع المدينة تنعم بالهدوء والسكينة. أناس أكيد يا أخي، فحي أدرار يعني واحد الحي اللي هو الناس اللي كيبحثوا على الهدوء، الناس اللي كيبحثوا على الكالم، فما عليهم سوى بهذا الحي الهادي وهذا المنطقة الهادية وهذه المنطقة التي أصبحت تزدهر يوما بعد يوم. ولينا كنشوفوا بطبيعة الحال منطقة أدرار الغنية عن كل تعريف، كيقول سعيد مرحبا، شكون هذا خدات سعيد اخويا، مرحبا بك اخويا أناس، تحية ليك، شكرا ليك على التعليق ديالك، شكرا على التفاعل ديالك. فالهدف ديالنا دائما من هاد اللايفات الصباحية هو اننا نجدو الصلة معكم وندردشو معكم شيئا ما، ونقربكم من الاجواء ونقربكم من احوال المدينة في كل صباحة. بطبيعة الحال باش تشوفوا يعني مدينة اكادير وتشوفوا مجموعة من المناطق، ربما كاين ناس هنا الناس ديال الغربة، فهادشي ما غيفهمو سوى اللي مدوز الغربة، اللي مدوز الاغتراب بعيدا عن الوطن ديالو. فكاين ناس اللي كيكونوا في بلادات الناس وكيتوحشوا بلادهم، ففقط يعني اللايف يعني ربما غيبان ليك انت لايف خاوي، لكن عنده أهمية كبيرة بالنسبة لهاد الناس اللي كيعيشوا خارج أرض الوطن، الناس اللي كيبغيو أنهم يشموا ريحة بلادهم ويشوفوا يعني الشوارع والأزقة ديال بلادهم. كاين الناس اللي كبروا هنا، كاين الناس اللي عندهم ذكريات ديال الماضي وذكريات الطفولة والشباب اللي دوزوا بين أحضان هذه المدينة الرائعة اللي هي مدينة الانبعاث، مدينة أكادير. فتحية لكاع الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بديار النجار، خاصة أوروبا وأيضا الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول بطبيعة الحال. فاحنا الآن بالضبط على مقربة من حي أدرار، وفي اتجاه بطبيعة الحال يعني حي تليلة. أنتم كتشوفوا معنا الأجواء الصباحية في هذه الصبيحة المباركة اللي هي صبيحة يوم الأحد، وكنتمنوا الجميع صباح التيسير وصباح الأمل والتفاؤل، وإن شاء الله تكونوا أحسن الأحوال بإذن الله تعالى وبركاته. كنتمنى يعني كما كتشوفوا معنا هذا البث المباشر، فصراحة أجواء هادئة جدا، ومشهد صبيحة يوم الأحد دائما يكون بهكذا هدوء وبهكذا سكينة كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فبطبيعة الحال يعني كاين شوية البرد، لكن يعني ماشي بحال الأيام السابقة اللي كانت فيها يعني درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير جدا. فاليوم ولله الحمد يعني كاين إطلالة الشمس الصباح كما كتشوفوا معنا، فكنحاولوا دائما أننا نكون عيونكم التي لا تنام، العيون التي ترصد لكم كل صغيرة وكبيرة عبر شوارع المدينة. ونحيي الجميع والناس اللي فقوا الآن، كنقول لهم صباح الأنوار، صباح إشراقة الشمس الصباح، و
المشاهد الرائعة، هذه المشاهد الصباحية هنا من قلب عاصمة سوس. فتحية لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، تحية الجميع، ونتمنى للجميع الأوفياء قضاء يوم أحد سعيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللي كتخدم وكتعطي اكثر مما كتخدم، فتحيه.
الأحبة، وتحية لكل الناس اللي فقوا الآن في هذا الصباح المبارك.